وفي الوقت نفسه إعادة هيكلة الدين العام فيما يتعلق بالدين الداخلي. إعادة هيكلة الدين العام باليورو بونز التي تقدر تقريبا ب 30 مليار دولار بدأنا التفاوض فيها منذ أسبوعين، وهذا التفاوض سيستمر أكثر وأكثر بالأسابيع القادمة، وأسهل ستكون مع وجود قصة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. خفض الدين في الخطة تهدف الخطة إلى خفض حجم الدين العام للناتج المحلي من 175% إلى 99% في السنوات الخمسة. الأهم خمسة هو فيما يتعلق بموضوع القطاع المالي. أولا فيما يتعلق بإعادة هيكلة مصرف لبنان، إذا نظرنا إلى مصرف لبنان والخسائر المتراكمة في مصرف لبنان نجدها أنها تبلغ تقريبا 63 مليار دولار. هذه الخسارة لمصرف لبنان هي ناتجة أولا عن كلفة تثبيت النقد، ثانيا عن عمليات الهندسة المالية، ثالثا عن تغطية عجز الميزان المدفوعات والعجز المالي لسيما الكهرباء، إضافة إلى الديون المتراكمة للدولة، وتتوزع على الشكل التالي. أولا يوجد الخسائر المتراكمة لمصرف لبنان وهي تقريبا 41 مليار دولار. أما ثاني خسائر فهي تعود لإعادة هيكلة الديون السيادية. أنا عندما نريد شطب الديون السيادية من مصرف لبنان أو من قطاع المصرف يوجد خسائر تراكمية في ذلك وكلفتها تقريبا 21 مليار دولار. في هذا الإطار يمكن القول خسائر مصرف لبنان التراكمية هي 63.6 مليار دولار موزعة لخسائر متراكمة في الماضي قيمتها 40.9 مليار دولار، يضاف إليها 20.8 مليار دولار هي خسائر الديون السيادية التي سيتم شطبها. أما فيما يتعلق بموضوع القطاع المصرفي، أما النقطة في هذا الإطار فيما يتعلق بهيكلة مصرف لبنان بدون شك الحكومة اللبنانية وفيما يتعلق بموضوع قررت من أجل فيما يتعلق بموضوع القطاع المالي تعيين شركات تدقيق فيما يتعلق بالقطاع المالي إجماليا ابتداء من مصرف لبنان، ثم بعد ذلك عندما يتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي أيضا يوجد تدقيق كل مصرف لمصرف. رقم 6 فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي تقدر الخسائر المتراكمة للمصارف التجارية ب 83.2 مليار دولار ناتجة أولا عن خسائر مصرف لبنان حوالي 53.9 مليار دولار، يعني خسائر مصرف لبنان هي أول مصدر خسائر. ثاني مصدر هي تعثر الكرود للقطاع الخاص، لأنه الكل بيعرفوا أنه بالفترة الحالية صارت زادت الكرود أكثر وأكثر الكرود بالقطاع الخاص بسبب تعثرها ومشاكلها، وكيف كرود صار فيها تعثر قيمتهم هودي الكرود تقريبا 12.3 مليار الخسائر. وثالث نقطة أيضا القطاع المصرفي عم يحمل ديون الدولة إن من ناحية سندات خزينة من الليرة اللبنانية أو من ناحية اليوروبوند، الخسائر بدها تكون عليها 17.3 مليار دولار. يعني إجمالي الخسائر تبع القطاع المصرفي 83 موزعة على ثلاث مصادر: القطاع المصرف لبنان، الكرود المتعثرة، وقصة الديون السيادية. تعمل من الورقة تعمل الحكومة في هذه الورقة بالدرجة الأولى على الحفاظ على أموال المدين واستيعاب الخسائر من خلال طروحات وخيارات متعددة لم يتم حتى الآن البت فيها أو إقرارها، ولكن الهدف الرئيسي فيما يتعلق بهذه الورقة هي كيفية حماية وحفاظ أموال المدين. هذه النقطة من هون انه في خيارات متعددة بالموضوع. اول خيار فينا نقول قصة انه المصارف حتى ما نقول انه عم نحملهم العبء، اما كذا المصارف في امكانية انه تخسر جزء او كليا من رؤوس اموالها، وفي نفس الوقت ما يتعلق بالمصارف فينا نطلب للمصارف اعادة تقييم اصولها، لانه الاصول الموجوده بالمصارف هي دفتريه قديمه يفترض اعاده تقييمها. فينا نطلب كمان من المصارف انه في هي عندها أصول وموجودات بالخارج تجي إنه تبيعهم وتجيبهم لهون، هيدي من الأحدثة. تاني نقطة فيما يتعلق مثلا بمصرف لبنان، مصرف لبنان كمان في عنده موجودات وعنده ممتلكات وعنده كذا بيقدر إعادة تقييمها، لأنه هيدي كلها بالسعر بالميزانية تبع مصرف لبنان أسعار قديمة، تقييمها وإعادة وضعها بالميزان بتخفف من الخسائر تبع مصرف لبنان بتنعكس على القطاع المصرفي.
ثالث نقطة، فينا مثلا نطلب من المصارف بعد عملية الدمج إذا عملية ضخ سيولة، أو من المصارف أو من مساهمين جدد بالموضوع. كمان من الأمور يلي عم تنحكى فيها قصة إنه بالسنوات الأخيرة صار في فوايد معطات بشكل مرتفع ومبالغ فيها. نطلب من المدين يلي خلال 3-4 سنوات من نسبة الفوايد يساهموا فيها بإعادة تغطية الخسائر الموجودة. وفي كمان من الخيارات المطروحة إنه اختيارية وليست إلزامية، إذا مثلا المودعين بدون يدخلوا مساهمين ببعض المصارف بيقدر يعملوها. وفي كمان اختيارات مثلا استرجاع الأرباح الهندسية. من هون فيما يتعلق بالطروحات والخيارات لمعالجة الخسائر اللي موجودة بالقطاع المصرفي هي متعددة ومتنوعة وواسعة وليس واحدة. الخيارات موجودة، هذه فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. أما فيما يتعلق بموضوع النمو الاقتصادي، أكيد نحن عم نعيش انكماش اقتصادي وكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية بدون شك على أن الإصلاحات البنيوية أساسية بالموضوع، إصلاحات القطاعات الاقتصادية من الكهرباء والأمور الثانية. إضافة إلى ذلك في موضوع أن الاقتصاد القائم حاليا يلي مستند بشكل رئيسي على الريع ما بقى يقدر يستمر، اضطرارنا أن التطوير. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في استوديو الآن، وهذه التغطية الإخبارية الممتدة معكم. منذ قليل تابعنا المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء اللبناني حسن دياب وأيضا وزير المالية غازي وزني، والذين تحدثوا بالإجماع حول الاقتصاد اللبناني والحالة المتعثرة التي وصل إليها الاقتصاد اللبناني، واستعرضوا خطة الإصلاح، واستعرضوا أيضا أو وجهوا نداءات إلى كل القوى السياسية للبعد عن الخلافات السياسية والتركيز فقط على الاقتصاد اللبناني. وطبعا وزير المالية استعرض أرقام حول خسائر الاقتصاد اللبناني. على أي حال، لمزيد من النقاش حول هذا المؤتمر ينضم إلينا شادي نشابة الكاتب الصحفي من بيروت. أستاذ شادي، أهلا بحضرتك. صباح الخير لك ولكافي المشاهدين الكرام. يعني يبدو أنه هناك حالة من التشاؤم الكبيرة في هذا المؤتمر الصحفي، حتى أنها اضطرت الرئيس الوزراء حسان دياب إلى أنه يوجه هذا النداء العاجل للكتل السياسية بأنها تركز بقى أكثر في القادم وفي مصلحة لبنان، وماذا تفيد الخلافات أو تفيد الخلافات السياسية في حال انهار لبنان. هكذا قال رئيس الحكومة. ما تعقيبك حول هذا المؤتمر والتصريحات الهامة اللي خرجت منه؟ طبعا الحكومة بحاجة إلى دعم كافة الأفرقاء السياسيين، وأي تنافر سياسي في البلد هو يؤثر سلبا على أداء الحكومة وعلى أي خطة من هذا النوع، لأنها خطة استراتيجية على مدى سنوات ولا يمكن أن تطبق إذا لا يوجد أغلبية اتفاق أغلبية الأفرقاء السياسيين ويعطوها غطاء لتنفيذها في الشارع، لأن هناك بعض الخطوات الجريئة أو بعض الخطوات التي المواطن سوف يشعر بها بشكل ضغط عليه اقتصاديا، فممكن أي فريق معارض أن يستغل ذلك لمزيد من الحركات في الشارع ولإسقاط الحكومة. فلذلك تحاول الحكومة ويحاول العهد أخذ الغطاء السياسي من كافة المكونات السياسية لكي لا يتمكن أحد من استغلال نقاط ضعف هذه الخطة الإصلاحية. نعم، طيب، لكن الموجودين في المؤتمر أو رؤساء الكتل النيابية والكتل السياسية المختلفة في لبنان، يعني في مثل هذه المؤتمرات بيتفقون، ولكن عند تطبيق الورقة الإصلاحية أو تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع بنجد الخلافات، وبنجد يعني الكثير من الخلافات الحقيقة فيما بين الكتل السياسية. هل تعتقد أن هذه المرة ستختلف أو الأمر سيختلف بالنسبة لرؤساء الكتل الموجودة في هذا المؤتمر؟ أعتقد أنه في اليوم في خلال المحادثات ممكن أن نشهد الكثير من الدبلوماسية، ولكن عند التنفيذ سوف نشهد أكثر من التناحر عند التنفيذ، خصوصا أن هناك بعض البنود
التي لأننا هنا نتحدث عن نفس الطبقة السياسية الموجودة. نعم. طبعا هناك هذه الطبقة السياسية لديها مصالح في الدولة وتريد أن تستفيد من غنائم الدولة، فلذلك سوف نشهد الكثير من التجاذبات في المرحلة المقبلة، خصوصا عندما نتحدث على سبيل المثال عن جدولة أو بيع أو استثمار المرافق العامة وبعض الأراضي الدولة للأشخاص الأكثر غناء أو أكثر سيولة مادية. فلذلك هناك سوف يصبح هناك تنافر ما بين كافة الأفرقاء السياسيين بكيفية من سوف يستثمر هذه الأراضي ومن سوف يستفيد منها في المستقبل. أما في موضوع محاربة الفساد على سبيل المثال واسترداد الأموال المنهوبة، فكيف الإجراءات سوف تكون بموضوع محاربة الفساد؟ فإن كان هناك فريق سياسي يغطي أحد الأشخاص أو أحد التجار أو أحد المحتكرين لبعض البضائع على سبيل المثال، فكيف سوف يتعاطى إن كان هناك اتجاه لمحاسبته؟ فهناك الكثير من الحواجز التي سوف تصيب هذه الخطة. أستاذ شادي، بما أنه الوضع يعني يبدو أنه سيكون كما اعتدنا أو كما هو عليه دائما في لبنان، وأنه هذه الكتل لن تتفق في المستقبل القريب، يعني حتى رغم أنه الوضع الاقتصادي متأزم إلى هذه الدرجة وحال لبنان يعني حال صعب جدا الآن، إلا أنه يبدو من رأي حضرتك ويبدو من الواقع يعني والتجارب الماضية أنه لن يتفقوا. هل هنا يأتي التعويل فقط على أصدقاء لبنان البنك الدولي، وخصوصا أنه كان يعني في إطار الحديث اللجوء إلى تمويل من قبل البنك الدولي؟ هناك بعض الخطوات الإصلاحية التي لا تدخل في ضمن التجاذبات وجرى اتفاق سياسي حولها، وهي خطة إصلاحية كانت منذ قبل الانتخابات النيابية عام 2018 في موضوع التوظيف السياسي وفي موضوع التعويضات والمستقاعدين وغيرها من الأمور. في هذا الشق من الـ من الـ من الـ الإصلاحات لن يكون هناك تجاذبات لأنه جرى الاتفاق عليها من الموالين والمعارضين. أما بالخصوص الأمور الثانية التي تحدثت عن بعض منها، لأن الفساد والاحتكار في لبنان بشكل كبير ومن قبل كافة الطوائف، هنا تدخل التجاذبات، وأعتقد أنه لن يتمكنوا من إدارة هذه الخطة وإدارة هذه الإصلاحات بالطريقة المناسبة، وسوف نشهد الكثير من التجاذبات عندما نرى أن رئيس مجلس النواب يجتمع مع رئيس كتلة التيار العوني جبران باسير. اجتماعهم لم يكن مبني على بنود الخطة الإصلاحية وكيف سوف ينهضون في البلد، بل يكون الاتفاق عن كيفية الحفاظ على رجال هذا الشخص ورجال ذاك الشخص وعدم فتح هذا الملف وعدم فتح ذاك الملف. وثقة الشعب، وهنا يجب أن نتحدث عن موضوع المواطن اللبناني، ثقة الشعب في الطبقة السياسية أصبحت ما دون الصفر، فذلك سوف يعقب على الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة الكثير من سوف نشهد المزيد من التصعيد من قبل المواطن اللبناني تجاه الخطة تجاه السياسات الحكومية، وخصوصا أنها لم تبنى على استرداد الأموال المنهوبة، وحتى لو ذكرت في الخطة الإصلاحية ولكن لم يتمكنوا من استرداد فعلا الأموال المنهوبة، سوف يكون هناك بعض الأشخاص قبش محرقة لديهم. وذلك لم يعني عندما نزل المواطن اللبناني في 17 تشرين كان اول بند لديه استرداد الاموال المهربه والمنهوبه، وجزء منهم هم الان على الطاوله، فكيف ممكن ان يقبلوا ان يستردوا من اموالهم للدوله اللبنانيه؟ اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات الاستاذ شادي نشابه الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، وايضا شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. طبعا الان ممتد معكم على مدار اليوم.